كابتن عادل، كيف ترى هذه المباراه من الناحيه الفنيه اهلي وداد؟ يمكن خلي بالك احنا بنقول الاهلي وداد ده صح، لان القرعه قالت الاهلي يتقال الاول، الاهلي الاول. يعني انا بتكلم على النادي الاهلي، يهمني بس اول حاجه ان اللعيبه تكون سليمه ان شاء الله. أوكي. لان احنا عندنا مشكله اللعيبه يمكن اتصرفنا فيها كويس قوي كنادي اهلي، يعني اتصرف فيها كويس انه لعب اخر مباراتين بدون اللعيبه اللي كان في عندهم اجهاد واللي كان عنده اصابات عشان بيتحضر للمباراه دي. هي دي بس العقبه اللي المفترض ان شاء الله تكون اللعيبه في حالتها الجسديه، او بالمعنى الاصح يكونوا اتشافوا من الاصابات البسيطه اللي كانت عندهم. واعتقد اسلام محمد عبد المنعم يمكن انا مش عارف، يمكن مش قريبين منهم كفرقه، ولكن احنا بنتكلم على انهم ان برضو ياسر ابراهيم كان دخل، كان بيمر باحسن حالاته الفنيه، ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية. انت بتتكلم على نص الملعب، انا مش عارف يعني الناس المباراتين اللي فاتوا للنادي الاهلي لعبهم وناقص الثلاثه بتوع نص الملعب، يعني لازم الناس تعرف عملها ازاي دي. النادي الاهلي عملها صعب، في صعوبه جدا انك انت ثلاث لعيبه مهمين جدا نص الملعب بتاعك، يمكن عوضت بيهم قفشه، يمكن قفشه عجبني جدا في الحته الدفاعيه، ويمكن الحاجه دي هتعود على قفشه. دي انت هتلاعب فرقه عندها حته الكره الثابته صعبه جدا، عندهم اطوال، عندهم تكتيك كويس بيعملوه، يمكن الكره الثابته بتاعتهم بقالهم 5 سنين الوداد بيشتغلوا عليها، بس اللي هي لا يسرق على العرض القريبه، لا ينزل، لا تتعمل على البعيده وينزلها تحت، ودي حاجه مهمه جدا. افتكر انك انت بتتكلم على طرفين بتوع الوداد ممكن تقدر تلعب عليهم كويس، يمكن عايزين لعيب مهاري. انا طبعا مش هقول مين من لعيبه الاهلي اتمنى مين، لكن انت عايز لاعب مهاري، واحد يروح واحد على واحد، لان عندهم بطء غريب. عندي الحته برضو في السرد باكين عندهم في بطء غير عادي انت تقدر تشتغل فيها. اما بالنسبه للنادي الاهلي، الكور الثابته اللي عليك لازم تبقى اشتغل عليها كويس قوي قوي قوي، لانه يمكن دي الصعوبه اللي هتلاقيها، وهتلاقيها صعبه جدا مع فرقه الوداد. ولكن في الاخر عايز اقول لك انه لو مسكنا الفرقتين افراد هتبص تلاقي انت متفوق عليهم بعض الشيء، يمكن ممكن تقول 6-4 لو انت مسكت كافراد كواجبات مراكز، لكن بعد التشافي اللي انت عندك ممكن توصل 7-3. يعني انا بتكلم على العدد هنا والعدد هنا، الخبرات اعتقد الخبرات حاجه تانية المهمه، الضغط اللي حصل وهم عملوه طول الوقت اللي فات، وانت كان عندك مشكلة مع الاتحاد الافريقي، افتكر ان هي ممكن تعود عليك بإيجابية. انت لو عرفنا نستغلها نفسيا مع اللاعبين، ايوه، افتكر ان ده هتبقى سلاح ومفتاح كبير قوي لينا في المباراة القادمة ان شاء الله.